عنا نادي بالمدرسة من سنة 2010 اللي احنا بنلتقي كل مرة بالأسبوع، بيكون في عنا صف 12 بمرنوا الصفوف الأصغر، واحنا بنتمرن على هذا الموضوع عشان نقدر نجيب نجيب أشياء أحسن بالمؤتمرات. وبسنة 2015 كلها طبعا بقيادة أستاذ الياس فرح، وبسنة 2015 كان في أول مؤتمر بالوسط العربي وأول مؤتمر بالجليل اللي مدرستنا بديت فيه. طبعا في كيف بالأمم المتحدة في سكرتير عام، بمؤتمراتنا احنا في كمان سكرتير عام، فأنا هاي السنة كنت سكرتيرة العامة لهذا المؤتمر، وأنا كنت أنا والنائبة تبعتي جوليا فرح مع أستاذ الياس، وكمان تعاوننا مع السفارة الأمريكية ومع جمعية ريتوريكا وعملنا مؤتمر كتير ناجح اللي كان بشهر 3، وهذا إشي اللي كتير أثر علي وأنا كتير مبسوطة إني انكشفت عليه من المدرسة.